طيب اليوم هنبدأ بالأول problem رح نحلها by using dynamic programming اللي هي longest common subsequence. والlongest common subsequence definitions اللي موجود لها إنه رح يكون عندنا given هاي definition للlongest common subsequence. أوكي؟ okay. given رح يكون في عندك two sequences x فيها من x1 up to xm where m is the length of x y فيها من y1 to yn where n is the length of y okay. length يعني عطل عناصر موجود في x عطل عناصر موجود في y بغض النظر شو هذا السيكونس بمثل 1010 ارقام احرف رموز حمض نووي ما بتفرق شو اللي احنا بدنا اياه بدنا find z where z اللي هي longest common subsequence بين كل x وبين كل y اوكي اطول common subsequence بين مين بين x و y sometimes ممكن يكتبوها x sub m و y sub n حكينا عنها هاي المره اللي فاتت x sub m اللي هي نفسها كل احرف في x y sub n هي نفسها كل الأحرف في y. هلا هون مطلوب الـ output شغلتين. أول شغلة اللي هي كم؟ اللي هي عدد العناصر اللي موجودة في z. يعني تيجي تقول لي longest common subsequence بين x و y 4 أو بين x و y 5 أو بين x و y 9. فبيعطيك إيش؟ بعطيك length من longest common subsequence. والشغلة الثانية once أعطيتك k معناته بدك تعطيني محتوى z. إيش هي؟ من z 1 z 2 up to what up to z k. فإذا أنت قلت لي longest common subsequence بيناتهم خمس أحرف بدك تقول لي مين هم الخمس أحرف إذا قلت لي 10 ديجيت بدك تقول لي مين هم ال 10 ديجيت هلا السوليوشنز لهي البروبلم حكينا المرة اللي فاتت أول سوليوشن اللي هو البروت فورس سوليوشن هذا السوليوشن كثير سهل إنه والله من كل إكس أعطيني كل الأحرف كل السيكونس وبعدين بشيك إنه هذا السيكونس موجود في واي ولا لا وبعدين كل سيكونس موجود في إكس موجود في واي بحط جنبه تانك موجود في x موجود في y بحط جنبه تك بطلع اللي هم الكومن بطلع على هذول السيكونسز بدور مين هو اللونجست كومن سبسيكونس حكينا هذا حل بس للاسف هذا الحل فيري اكسبنسيف لانه عشان تطلع كل السيكونس السبسيكونسز اللي موجودين في x بدك 2 تو ذا باور m وعشان كل سبسيكونس تتاكد انك موجود في y بدك تدور عليه من بدايه x لنهايه من بدايه y لنهايه y فبده n فبالتالي الكومبلكس اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن n مضروبة في 2 to the power m right? فهو very expensive فهلا بدنا نروح على طريقة مين؟ على طريقة الدايناميك بروجرامينج ما تنسى بدنا نشوف هلا الحل الدايناميك بروجرامينج ما تنسى بالدايناميك بروجرامينج في أربع شغلات لازم تكون موجودة في حلك أول إشي لازم تعرف شو هو الستركتشر للأوبتيمال سوليوشن كله ريكيرسيف معناته بدك تصغر السايز للبروبلم اللي أنت شغال عليها بعدين السب بروبلمز هاي لقيت حلولها بدك تجمع كل هاي الحلول مع بعض في إشي أبروتش بنسميه بوتوم أب أبروتش واخر شيء بتعطينا ايش؟ بتعطينا كونستراكت لمين لهذا الاوبتيمال سوليوشن. طيب شو هي الدايناميك بروجرامينج او كيف الدايناميك بروجرامينج بتلاقي مين؟ بتلاقي الحل لهي البروبلم. هلا السوليوشنز رقم 2 عن طريق مين؟ عن طريق الدايناميك بروجرامينج. رقم 1 هو مين؟ اللي هو بروت فور سوليوشن والحل ايش ماله؟ فيري اكسبنسيف. طيب بدنا نحقق الاربع شغلات بدنا شو هو الستراكشر نعمل اول شغله نعمل كونستراكت ستراكشر اوف ذا اوبتيمال سوليوشن يعني كيف الحل لهي البروبلم الموجوده عندي خلينا افهمك شو الفكره اللي موجوده ناخذ مثال بسيط لو انا كانت عندي اكس هي فيها اي بي سي دي اي وواي فيها اي بي سي كم حرف عندي موجود في اكس 1 2 1 4 5 وكم حرف موجود عندي في واي 1 2 3 لنبدا باول كومن سنس موجود تتوقع اللونجست كومن سب سيكونس بين اكس وبين واي شو هو طوله هل ممكن يكون طوله 5 لا ليه لانه اذا كان 5 لا يمكن يكون كومن فهو 5 هون بس لا يمكن انك تلاقيه هون هل ممكن يكون 1 يس هل ممكن يكون 2 يس هل ممكن يكون 3 يس هل ممكن يكون 0 يس اذا ما في كومن بالمره ممكن يكون في هاي الحاله 0 اذا دائما لازم تحط في بالك انه كي من وين بتيجي عندك كي المينيمم بتوين مين ومين بتوين ام وبتوين ان لا يمكن توصل الام اذا كانت الام مختلفه عن الان وكانت الام اكبر فانت بتدور على الاصغر هذا بمثل لك اللينك للونجست كومن سبسيكونس كيف عرفوا الاستراكشر للاوبتيمال سوليوشن او للتشويس اللي موجود عندنا انت فعليا لما تقول استراكشر اوبتيمال سوليوشن يعني انت عمالك تقول لي لقي لي لونجست كومن سبسيكونس بين كل اكس
وبين مين؟ بين كل واحد. هاي هي البروبلم اللي احنا بنحاول ايش اللي احنا بنحاول ان نحلها. فشوفوا كيف فكروا في الموضوع. اجوا قالوا طيب شو رايك نقارن اخر حرفين مع بعض؟ خلينا نقارن ايش اخر حرفين مع بعض. معناته شو هذا ترتيبه؟ هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة. وهذا شو هذا ترتيبه؟ هذا وار واحد، وار اثنين، وار ثلاثة. فأنا عمال مش بالضرورة يكون الاندكس هون نفس الاندكس اللي هون، لأنه ما كانوش نفس الطول، أوكي؟ يعني إكس فيها إم من العناصر تختلف عن عدد العناصر الموجودة فيها. فأنا كأني بدي أقارن إيش؟ بدي أقارن في لحظة من اللحظات، شو يعني إكس سب آي؟ يعني إكس فيها آي من الأحرف. وشو يعني واي سب جي؟ x sub i معناها x فيها من x1 up to h xi و y sub j معناها فيها من y1 up to h yj. فأنا شو العمالي بعمله؟ بقارن آخر حرفين مع بعض xi مع مين؟ مع yj. زي هلا شو اللي بقارنه هون؟ أنا حورجيك مثال وحورجيك الحل. شو العمالي بقارنه هون؟ x5 مع مين؟ مع y3. لما تقارن آخر 2 digits مع بعض شو الخيارات اللي موجودة عندك؟ يا إنهم متساويين يا إنهم غير متساويين. طيب زي الحالة اللي موجودة هني هون، هل هذا الحرف يساوي هذا الحرف؟ هل A تساوي A؟ يس. هلأ إذا A تساوي A شو معناته؟ ال A موجودة في X، ال A موجودة في Y، معناته for sure موجودة في Z. هي common موجودة في X وموجودة في Y، فبالتالي for sure هي موجودة في Z. معناته أنا قدرت ألاقي أول حرف في Z ولا ما قدرت؟ اللي هو وين بيكون ترتيبه؟ بيكون ترتيبه XI اللي هو نفسه YX، خلينا نقول خمسة اللي هو نفسه Y3 موجود وين؟ في زد الأخيرة. لاحظ كل ساعة مش معروفة عندي، أنا ما بعرف شو هي الكيف قديش عددهم، بس أنا عمالي بقول إذا هذا الحرف موجود في X وهذا الحرف موجود في Y فأكيد رح يكون موجود وين؟ في زد، لأنه common. طيب هل أنت هيك خلصت؟ لا، أنا شو اللي عملته؟ لقيت حرف واحد، بدك تدور تمشي في كل X وتمشي في كل Y حتى تتأكد مين هو السبسيكونس اللي موجود في X وموجود في Y. هلا فعليا اللي صار عندك بطلت عندك البروبلم find the longest common subsequence بين X فيها خمس أحرف و Y فيها ثلاث أحرف، صارت البروبلم اللي موجودة عندك find the length of the longest common subsequence بين X فيها كم حرف؟ A B C D اللي هي قلت بمقدار مين؟ بمقدار حرف اللي هو الحرف اللي طلع فيه تساوي. واي فيها كم حرف؟ واي فيها كم حرف؟ A B والحرف الأخير ما أنا لقيته صح؟ هو موجود في X وموجود في Y فحطيته وين؟ حطيته في Z. تذكر واحدة من النقاط اللي حكيتها قبل شوي في عندنا recursive solution؟ أنت كانت المسألة بتحاول تحلها لقي لي longest common subsequence بين X فيها خمس أحرف وY فيها ثلاث أحرف. شو صارت هلا؟ لقي لي longest common subsequence بين X فيها كم حرف؟ أربعة وY فيها كم حرف؟ اثنين. اوكي؟ إذا الستركتشر للأوبتيمال سوليوشن أنا ببلش من آخر حرف موجود عندنا اللي هو الإندكس في إله في هاي الحالة XI وYJ. عندي حالتين، يا إما XI تساوي YJ أو XI لا يساوي مين؟ YJ. هلا دخلك لما XI تساوي YJ شو بتصير عندك البروبلم؟ بدل ما هي اللونجست كومن سبسيكونس بين X فيها I أحرف وY فيها J أحرف، بتصير longest common subsequence بين X I minus 1 Y J minus 1. ليه I minus 1 J minus 1؟ هون حرف A نقص من هون واحد والحرف A نقص من هون واحد، وأنا ضمنت مين عندي هلا يا شباب؟ X I اللي هو نفسه Y J اللي هو نفسه مين؟ Z sub K. فآخر حرف صار موجود عندي بالZ. كيف؟ وين الريكيرسيف بين عندي؟ بطلت البروبلم أكبر صارت أصغر، بس استني بدور على نفس الإشي longest common subsequence longest common subsequence، بعدين بصغرها longest common subsequence longest common subsequence وبنكمل. نيه؟ طب هاي حالة، طب افرض زي هاي الحالة لسه هاي بدك تحلها، فشو بتعمل؟ بتقارن الحرف الأخير مع الحرف الأخير. متساويين؟ مش متساويين. طيب شو رح يصير بالستركتشر لطبيعة الاوبتيمال سوليوشن لما تكون XI لا تساوي YJ؟ يعني أنا عمالي بدور على كل الطلاب المشتركين بين شعبتي وشعبة دكتور تاني عشان نختار إيش موعد الامتحان لا يتناسب مع مين؟ لا يتناسب مع الشعبتين. فالفكرة اللي موجودة فيها لما يكون الحرفين غير متساويين، يعني أنا عندي هون بسام وعندي هون مين؟ خالد. مش عارف وبسام حيكون مثلا كومن وخالد حيكون كومن ولا لا.
فلما ما يكونوش متساويين تبطل في عندك انت اللونجست كومن سبسيكونس طوال البروبلم، بتصير تدور على اللونجست كومن سبسيكونس بين اكس كلها مع واي ناقص حرف، هلا فهمت ليه؟ وبين اللونجست كومن سبسيكونس بين اكس ناقص حرف، لما اقول اي ماينس 1 يعني ناقص حرف مع واي، مع مين؟ مع واي كلها. طيب ليش المساله صارت مسالتين؟ لانه انا صار عندي الاختلاف عند هدول الحرفين، صح؟ طب مش معناته انه ممكن الـ A B كلياتها موجوده قبل، وممكن الـ D موجوده في برضه في شيء قبل موجود في هاي البروبلم اللي موجوده عندي، فما بقدر اقرر. هلا فور شور في هاي اللحظه الـ D مش موجوده في Z، وفي هاي اللحظه الـ B مش موجوده بـ Z، بس ممكن الـ D تكون موجوده في الاحرف الباقيه من السيكونس الثاني، وممكن تكون الـ B موجوده في الاحرف الثاني من مين؟ من السيكونس الثاني. فالفكره انه لما انت تكون مثلا هاي X عندي A B C D A، وهاي Y هي عندي A C B، لما انت بتقارن هذا الحرف مع هذا الحرف غير متساويين، هل هذا معناته مباشرة انه ما في common subsequence؟ لا، بس شو معناته؟ معناته انه بطلت longest common subsequence بين X خمس احرف وY ثلاث احرف، حتصير longest common subsequence X، شو يعني X كلها؟ يعني اعطيني A B C D A مع واي ناقص حرف. ليه بنقص حرف من الواي؟ هو الحرف اللي صار عندنا فيه ايش؟ اختلاف. حيكون في هاي الحاله مين؟ اي سي، ماشي؟ بس احتمال الاي سي بي موجوده من قبل، الخلل هلا صار عندي عند الاي، بس ممكن اي سي بي موجوده وين؟ موجوده من قبل. فباجي بقول اذا البروبلم الثانيه اللونجست كومن سبسيكونس، هلا مين بقى بنقص الحرف؟ اكس بنقصها حرف. ليش الاكس نقصها حرف؟ لانه هذا الحرف اللي صار عندي خلل مع مين؟ مع واي كلها. اذا بقارن هاي بقارن هاي، وباي ذا واي لما انا بقول لونجست كومن سبسيكونس شو بتتوقع برجالي؟ برجالك رقم يمثل اللينث لللونجست كومن سبسيكونس، يعني برجالك انه الكومن طولهم اربعه او الكومن خمسه او الكومن سبعه او الكومن تسعه. فاذا هذا رجع لي رقم وهذا رجع لي رقم، ان هو رقم راح اختار، راح اختار مين؟ الماكسيمم بيناتهم. اذا هذا الستركتشر الاوبتيمال سوليوشن، باجي بقارن الحرفين اللي مع بعض، هذا بسموه تشويس. يا اما الحرفين متساويين يا اما الحرفين ايش مالهم؟ غير متساويين. هلا اذا متساويين معناته هذا الحرف موجود عندي في زد، وبتبطل البروبلم انه اكس فيها اي احرف وواي فيها جي احرف، بنقص هذا الحرف من اي ومن جي من اكس ومن واي بنفس الوقت، لانه انا اخذته من هاي الشعبه ومن هاي الشعبه وبدي اكمل. بينما اذا مختلفين بتبطل في عندك بروبلم واحده، بصير عندك تو بروبلمز، الاولى كل اكس مع واي ناقص حرف، والثانيه كل واي مع مين؟ مع اكس ناقص حرف. فكره تنقيص الحرف لانه هذا الحرف اللي صار عنده ايش؟ المشكله. طيب ليه باخده مع كل اكس مره ومع كل واي مره؟ لانه شباب ما تتخيل انه طول الكومن السيكونس رح يكون خمس احرف او 10 احرف، ممكن يكون عندك 1000، ممكن يكون 2000، ممكن يكون 100000، اوكي؟ فمش اذا صار اختلاف هيك بيناتهم مش معناته انه هذا كلياته، هذا كلياته مش موجود في اكس، وان صار بيناتهم اختلاف هذا معناته مش يعني انه في عندي احتمال انه هذا كلياته يكون موجود وين؟ في واي، بس احنا هون زي ما انت شايف واي قصيره، فلا يمكن يكون كلياته موجود وين؟ موجود في واي. طيب شو هذا اللي انا رسمته هون؟ هذا هو الستركتشر للاوبتيمال سوليوشن. التشويس اللي موجود عندك، عندك تو تشويسز، يا اما بيكونوا متساويين بصير شكل، ويا اما بيكونوا غير متساويين بصير ايش؟ بصير شكل. اوكي؟ طيب وين الريكيرسيف؟ وين الريكيرجن مبين عندي؟ طلع انت في الاول كانت اكس 5 وواي 3، صارت اكس 4 وواي 2، بعدين اكس عم بتقل وواي عم بتقل، وممكن هلا زي هون، شو بتصير هلا هاي؟ longest common subsequence بين x كلها وy ناقص حرف، وبين longest common subsequence بين y كلها وx ايش مالها؟ ناقص حرف. طلعوا كيف؟ هل انت كان التارجت لك هاي البروبلم؟ لا، انت التارجت لك هاي، بس عشان تلاقي حل هاي بدك هاي، عشان تلاقي حل هاي بدك هاي، عشان تلاقي حل هاي بدك شيء ثاني. لاحظ كلياتهم بطبق عليهم مين؟ ال longest common subsequence. مين اللي بتغير عندي؟ طول مين؟ طول السيكونس اللي موجود عندي. كثير منيح. طيب شو راح يرجع لك هون؟ رقم. شو راح يرجع لك هون؟ رقم. لاحظ كم عدد البروبلمز اللي موجوده عندي؟ عم بيكتروا.
وكل بروبلم عم تطلع لي بروبلمز ثانيه عم بيكثروا وكل واحد حيرجع لي رقم. طب وين بدي اخزن هاي الارقام؟ بتيجي الخطوه الثانيه في الحل تبعنا، والخطوه الثانيه انه عشان تقدر تخزن كل هاي الارقام اللي موجوده عندك، رقم 2 بدك تعمل بيلد ل two matrices. واحده اسمها سي بطول ام باي ان. شو يعني ام؟ عدد الاحرف. اللينك تبع مين؟ تبع اكس. وشو يعني ان؟ اللينك تبع مين؟ واي. وواحده اسمها بي فيها ام باي مين؟ فيها ام باي ان. يعني لو كانت اكس مثلا فيها A B C D A وواي فيها A B C، معناته الماتريكس عندي شو راح تكون هون؟ A B C D A. كم حرف عندي؟ 1 2 1 4 5. هاي 1، هاي اكس 1، هاي اكس 2، هاي اكس 3، هاي اكس 4، هاي اكس 5. تمام؟ وواي حتكون كم حرف عندي في هاي الحالة؟ هاي واي 1، واي 2، واي 3 اللي موجودة ايش؟ اللي موجودة عندي. والقيمة اللي موجودة عندي هون هاي اسمها ايش؟ اسمها سي اي جي. صح؟ شو هاي؟ السطر الثاني العمود الثاني، السطر الثاني العمود الثالث، السطر الثاني العمود الخامس. طيب منيح، إذا أنت بدك تعطيني جنرال ديفينيشن لسي اي جي، لو أنا بقلب سي اي جي لقيت الرقم 2. شو يعني سي اي جي بقلبه 2؟ ايش يعني بسي اي جي القيمة اللي موجودة 2؟ شو معناته 2؟ معناته اللينك لللونجست كومن سبسيكونس. اكس فيها كم حرف؟ اذا الاي تمثل عدد الاحرف اللي موجوده في اكس، والجي تمثل عدد الاحرف اللي موجوده وين؟ اللي موجوده في واي. اذا انت فعليا كل رو او كولوم موجود عندك هون يمثل كم بروبلم؟ بروبلم واحده، بحيث انه السي تمثل عدد العناصر اللي موجوده في اكس خلينا نقول لاي، والجي تمثل عدد العناصر اللي موجوده وين؟ اللي موجوده في واي. فاذا كانت اكس فيها من اكس 1 لاكس ام، وواي فيها واي 1 لواي ام، شو طول السي في هاي الحاله او شو السايز السي اللي موجوده عندنا؟ كم سطر؟ كم سطر؟ من اكس 1 لاكس ام، وكم عمود؟ من واي 1 يمين لواي ام. طيب شو يعني السي اي جي؟ الفاليو اللي هون بقلب السي اي جي، شو يعني السي اي جي باي ذا واي؟ يعني السطر اي والعمود جي، معناته كم حرف في اكس؟ من اكس 1 لاكس اي، وكم حرف في واي؟ من واي 1 لواي جي. فالرقم اللي حيكون هون يمثل اللينث لللونجست كومن سبسيكونس بين اكس اي وبين مين؟ وبين واي جي. طيب دخلك هذا الرقم كيف بده يجي؟ كيف بدك تعبي هذا الرقم؟ من وين؟ من هون، من الستركشر للاوبتيمال سوليوشن. هلا اللي بقلب سي اي جي من وين بدي اجيبه؟ ما هو يا اما بيكونوا متساويين يا اما انهم بيكونوا غير متساويين. طيب اذا كانوا متساويين اكس اي تساوي واي جي، شو يعني اكس اي تساوي واي جي؟ يعني اطلعت على الحرف هون بي واطلعت على الحرف هون بي، هل بي تساوي بي؟ هاي معناها اكس اي تساوي واي جي، يعني الحرف اللي موجود في الموقع اي يساوي الحرف اللي موجود في الموقع مين؟ موقع جي. طب انت كيف بدك تعبي الفاليو هون؟ على اي اساس انا بدي اعبي الفاليو هون؟ على اساس الديفينيشن تبع الاوبتيمال سوليوشن، ما فيش شيء من الفضاء الخارجي. وهذا الديفينيشن هو اللي حيعبي لي هذا الحل. طب شو الخيارات اللي موجوده عندي؟ اما اكس اي تساوي واي جي او اكس اي لا تساوي الواي جي. طيب مين نقول لما اكس اي لما اكس اي تساوي الواي جي؟ وين بدي اطلع؟ في اي مكان؟ لما اكس اي تساوي الواي جي، ال سي اس اكس اي ماينس 1 واي جي ماينس 1، هذا يمثل اي مكان عندي، مش هذا يمثل سي الموقع اي ماينس 1، مش هذا الموقع، هذا يمثل رقم السطر، وهذا يمثل رقم مين؟ العمود. اي ماينس 1 جي ماينس 1 بلس 1. هلا شو معناته؟ معناته لما الحرف اللي موجود في اكس يساوي الحرف اللي موجود في واي فهو اكيد موجود في زد، عشان هيك ضفنا الواحد. مش هو موجود في اكس؟ هو موجود في واي، معناته فور شور حيكون موجود في زد، عشان هيك ضفنا الواحد. وبتبطل المشكله او البروبلم اللي موجوده اكس اي واي جي، شو بتصير؟ اكس ناقص حرف وواي ناقص حرف. اي ماينس 1 بلاقيها في اي حسب الديفينيشن اللي هون، لو هذا اي
بتمثل x sub i، ولو هذه j بتمثل y sub j. طب هلا انا عارف هذه i minus 1، اذا وين بلاقيها في اي موقع؟ i minus 1، وهذه j minus 1 بلاقيها في اي موقع؟ j minus 1. طيب واذا كانت x i لا تساوي ال y j، هلا عندي كم بروبلم موجودة إذا كانت x i لا تساوي y j؟ تنتين، أوكي؟ في عندي ماكسيمم، صح؟ مش في كلمة ماكسيمم؟ طيب، هلا هاي وين بلاقيها في أي موقع؟ شباب ال i تمثل رقم الصغر والباقي اللي هون تمثل رقم العمود، معناته أنا في أي موقع هون راح أطلع؟ على c i j ناقص 1. والتانية شو هي راح تكون؟ c i ناقص 1 ج. يعني هاي رقم السطر ورقم العمود في سي، هاي سي اي جي ناقص 1، وهذه سي اي ناقص 1 في مين؟ في جي. بس فاعطيني القيم وعلى اساسها بعبي مين، وعلى اساسها انا بعبي هاي الفاليو. من وين جبت هذول الفاليوز؟ من الديفينيشن تبع مين؟ تبع الاوبتيمال سوليوشن. وين الريكيرجن؟ البروبلم الكبير عم تصغر عم تصغر عم تصغر، فكل مره استخدم الحلول الصغيره عشان تلاقي حل الايش المشاكل الاكبر اللي موجوده عندك. طيب يعني لسه كمان برضه الامور مش واضحه، عشان نقدر نفهمها خلينا نرجع هلا للسلايد. اذا اول شغله بدي اعرف شو الاستراكشر للاوبتيمال سوليوشن اللي موجود عندي، وبناء عليه طلع هذا الاستراكشر للاوبتيمال سوليوشن عندي حالتين زي ما حكيت، اما متساويين او غير متساويين، وبدي ابني ماتريكس اسمها سي بعدد العناصر اللي موجوده في اكس، عدد الاسطر في سي، وعدد العناصر اللي موجوده في واي، عدد الاعمده في واي اللي موجوده عندنا، وسي اي جي بقلبها فاليو. الفاليو هاي اللي موجوده ما شو تمثل؟ اللينك لللونجست كومن سب سيكونس لاكس فيها اي احرف وواي فيها ايش؟ وواي فيها جي موجود بالسلايدز. هاي التشويس اللي حكينا عنه انه يا اما بيكونوا متساويين. مين هم المتساويين؟ اكثر حرف اما بيكونوا متساويين او بيكونوا غير متساويين. هاي تعريف السي اي جي اللي موجوده عندنا، هي اللينك للونجست كومن سب سيكونس بين اكس فيها كم حرف؟ اي من الاحرف، وواي فيها كم حرف؟ فيها جي من الاحرف. هلا اذا كانوا متساويين، اذا كانوا متساويين ليش ضفنا الواحد اللي هو الحرف اللي تساوي عنده؟ وش يعني سي اي ماينس 1؟ نقصنا حرف من اكس. وش يعني جي ماينس 1؟ نقصنا حرف من واي. ليش نقصنا؟ هو موجود في اكس موجود في واي، اذا هو موجود وين؟ موجود في زد. طب شو الحاله الثانيه اللي موجوده عندي؟ إن لما اقارن الحرفين هذول مع بعض غير متساويين، ساعتها البروبلم الاصلي شو بتصير؟ بتصير تو بروبلمز. خد من اي، خد اكس ناقص 1 مع جي، وخد الاي كلياتها مع مين؟ مع جي ماينس 1، واعطيني ايش؟ واعطيني الماكسيمم. هاي الاوفرلابنج، وين الاوفرلابنج اللي موجود؟ انه في حاله لما ما بيكونوش متساويين بدك اكس مع كل واي، مع واي ناقص حرف، وبدك كل واي مع ايش؟ اكس ناقص حرف، اللي هي اوريدي سم تايمز بتحلها لما يكونوا متساويين، اللي هي اكس ناقص حرف واي ناقص حرف. يعني هاي البروبلم ممكن حدا ثاني يحلها ويعطيك الحل. شو يعني اوفرلابينج؟ انه عشان بدك هذا الحل تاخده وبتستخدمه لتلاقي ايش؟ لتلاقي حل ثاني. هاي الماتريكس اللي موجوده عندي، ركزوا معي بس بهاي الماتريكس شوي. لاحظ انا بعبيها اكس اي شو هي؟ اي بي سي دي الاحرف اللي موجوده في اكس، وواي جي شو هي؟ اللي هي الاحرف اللي موجوده وين؟ في واي. هلا كيف بنعبيها؟ رح نعبيها رو باي رو، بعبي السطر الاول، بعدين السطر الثاني، بعدين السطر الثالث، بعدين السطر الرابع، لغايه ما اوصل لمين؟ لغايه ما اوصل للاخير. طب خليني اسالك سؤال، لو اكس انا سائلك عن فايند لونجست كومن سب سيكونس بتبين اكس فيها اي من الاحرف وواي فيها جي من الاحرف، بلاقيه في اي مكان هون بالماتريكس؟ بلاقيه في اي مكان في الماتريكس؟ رح يكون في المكان سي اي جي، تمام؟ طيب لو انا قلت لك بدي اللونجست كومن سب سيكونس بين اكس فيها ام احرف وواي فيها ان احرف، بلاقيه في اي مكان؟ بلاقيه في اي مكان؟ سي ام ان، معناته السطر الاخير، العمود الاخير، هذا المكان الرقم اللي فيه
بيمثل الـ longest common subsequence مين للأوريجينال problem اللي أنا بحكي عنها. فإذا كانت X مثلا 100 حرف وY مثلا 90 حرف معناته السطر 100 العمود 90 راح يكون يمثل الـ longest common subsequence. then X فيها M أحرف وبين Y فيها فيها N من إيش من أحرف. قبل شوي كنا نقول i minus 1 j minus 1 فبدي اعمل زوم على هذا الحكي بالشكل الثاني. انتبه معي لو انا هون بالموقع i يعني السطر i السطر اللي فوقي شو رقمه؟ اذا انا بالسطر 4 السطر اللي فوقي شو رقمه؟ i minus 1 ممتاز. طب اذا انا بالموقع j اذا انا بالعمود j طبعا انت هون العمود اللي قبلي شو رقمه؟ j minus 1 كثير منيح. اذا هاي تمثل ايش؟ C I J صح؟ هاي شو تمثل؟ طول الاندكس بس الاندكس C I J ناقص واحد ممتاز. هاي شو تمثل؟ C I minus 1 J. هاي شو تمثل؟ C I ناقص واحد J ناقص واحد. احنا اصلا البروبلمز اللي موجودة عندنا كم وحدة؟ ثلاثة اوكي؟ اما C I ناقص واحد J ناقص واحد أو C I J ناقص واحد أو C I ناقص واحد J. هلا انتبه انتبه لو الحرف اللي هون A والحرف اللي هون A بتطلع على أي مكان أنت فعليا لما بتيجي بتعبي بتكون already أنت هون موجود عبيت هذا السطر. فلما أنت تكون واقف هون في هذا المكان بتطلع على ثلاثة more cells. مين هم هذول الثلاثة مربع هذا؟ إذا أنت في الموقع I J بدك اللي قبلك بموقع واللي فوقك بالموقع واللي موجودة وين على الدياجونال. ليه؟ لأن هذول الثري سب بروبلمز اللي أنت بدك إياهم. هذه I minus 1 J minus 1 هذه I J minus 1 وهذه I minus 1 إيش J. هم هذول الثلاث بروبلمز اللي حكينا عنهم قبل شوي. فأنا في أي لحظة دير بالك أنا ما رح أكون هون وأطلع لي فوق. لا لما حتكون هون بتكون معناته حالل هاي وحالل هاي وحالل هاي وبتدور على مين؟ بتدور على قيمة هاي. اوكي؟ لما بعبي رو باي رو بكون لو وصلت لهذا الموقع معناته هذا المثلث بيكون عندي ايش؟ خالص. لو وصلت لهذا الموقع معناته بيكون هذا المثلث سوري مش مثلث المربع عندي ايش ماله؟ عندي مكتمل. طيب الامور واضحة هلا دخلت لما انت بيكون عندك نفس المثلث هلا الكل عارفه درس مثلث قيم. معناته لو هون في قيمة ثلاثة وقيمة ثلاثة وقيمة اثنين. اوكي وهون مثلا القيمه مثلا A و A ما انت بتقارن اكس اي مع واي جي شو بقلبك يا اكس اي حرف ال A شو بقلبك يا واي جي حرف ال A لما يكونوا الحرفين متساويين ما بتطلع على هدول ما بتطلع على هدول على مين بتطلع على اللي موجوده عندي في الدياجونال شو القيمه اللي موجوده 3 زائد 1 شو بدها تكون في هاي الحاله 4 ما انا بدي بس اعبي ارقام طب وإذا كانوا غير متساويين يعني زي هلا إذا كانوا غير متساويين نفترض هاي حرف الـ A وهاي حرف الـ B هل الـ A يساوي الـ B؟ هذه أوريدي فيها 5 و 3 وهي فيها 3 وهي فيها مثلا 3 هل هم متساويين؟ هل الـ A تساوي الـ B؟ لا ساعتها ما بتطلع على الدياجونال ما بشوف الدياجونال على مين بتطلع؟ بتطلع على الـ problem اللي فوق مني والـ problem اللي على الشمال الـ problem اللي فوق مني شو الإندكس لإلها؟ اللي هي X كل ناقصة حرف مع مين؟ مع واي كلها وهاي شو هي اللي هي كل اكس كل اكس ها كل اكس ها مع مين مع الواي ناقص تمام كل هذا بيساعدك انك تعبي السي يعني الرقم اذا لنفترض ان الرقم اللي هون كان موجود 8 ايش يعني 8 يعني اللينك للونجست كومن سب سيكونس بين اكس وبين واي قديش هو 8 احرف يعني فعليا زد فيها من زد 1 لزد 8 فهي معنى الرقم اللي 8 احرف 7 احرف 6 احرف 5 احرف حسب ايش حسب الرقم طب انا مش بس بدي الاحرف انا مش سوري مش بس بدي اللينك شو بدي كمان شو هي زد 1 شو هي بدي زد 2 شو هي زد 3 هلا عشان تلاقي الكونتنتس راح احنا بحاجه لماتريكس ثانيه الماتريكس الثانيه اسمها مين اسمها بي اوكي هلا الماتريكس الثانيه الماتريكس الثانية اللي موجودة عندنا اللي هي هاي بالنسبة للسي بنعبيها من فوق طب ايش هي الماتريكس الثانية؟ الماتريكس الثانية اللي هي اسمها بي أول إشي
شو عدد الأسطر اللي فيها؟ M. شو عدد الأعمدة اللي فيها؟ N. الM ما تتمثل عدد الكاركترز اللي موجودة في X، والN ما تتمثل عدد الديجيتس اللي موجودة وين؟ اللي موجودة في Y. كثير منيح. برضو نفس الشغلة اللي موجودة عندنا، كم حالة موجودة عندي؟ يا إما متساويين، لاحظ في حالة هون أنا ما حكيت عن السالة اللي بحكي عنها، يا إما متساويين، يا إما إيش؟ يا إما غير متساويين. كمان نفس الشيء، أنا عندي نفس المربع هذا اللي موجود عندي. هلا إذا تعبي هون، هذا أوريدي فيه وهذا أوريدي فيه وهذا أوريدي فيه. في إيش؟ في أرقام. طب إذا هذا الحرف A وهذا الحرف A، السي بتقول لك آه بأخذ الرقم اللي هون بضيفه بواحد، والبي شو بتيجي بتحكي لك؟ A matrix B I J for a subproblem I J. It tells us what choice was made to obtain the optimal solution. يعني أخذت المساواة ولا أخذت عدم المساواة؟ عشان نطلع في عندنا two choices، يا إما متساويين أو غير متساويين. طب إذا هذا يساوي هذا، تيجي بتقولي ثلاثة زائد واحد شو بتصير؟ أربعة. فأنت شو بحط؟ أي arrow؟ بحط arrow، هذا arrow بنخليه إيش؟ بنسميه diagonal arrow. شو معناته؟ إنه الحرف اللي موجود في X هو نفس الحرف اللي موجود في Y. فبدي احط دياجونال ارو. السي بتكون 3 زائد 1 4، بينما هذا بيكون عندي ايش؟ دياجونال ارو. طب واذا كانوا غير متساويين، كم بروبلم عندي لو انا موجوده هون؟ ها مش حكيت لك هذه اي وهذه جي، اللي فوق مني اي ماينس 1 جي، واللي على شمالي اي جي ماينس 1. طب اذا كانت القيمه هون مثلا 2 3 مثلا 2، الحرف اللي هون سي والحرف اللي هون دي، هل السي تساوي الدي؟ هل السي تساوي الدي؟ لا. معناته على اي وقت اطلع على البروبلم اللي فوق مني والبروبلم اللي على شمالي، مين اكبر؟ مش في ماكس؟ مين اكبر؟ الثلاثة. فاذا الثلاثة اكبر بحط سهم لفوق. يعني اذا كان اللي موجود عندي هون الدياجونال بهذا الشكل، بتكون الفاليو اللي موجودة، مش احنا بدنا الماكسيمم بين اي ماينس 1 وجي، يعني اي تشويس بتختاره؟ انك تاخذ كل جي مع اي ماينس 1 ولا تاخذ كل اي مع جي ماينس 1، حسب مين الاكبر. اذا القيمه هاي اكبر بحط سهم لفوق، اذا القيمه هاي اكبر يعني افترض العكس، كانت هاي 2 وهاي 1، كانت هاي 2 وهاي 1، مين اكبر؟ طبعا ما بتيجي على هذول القيمتين الا اذا الفاليو اللي هون لا تساوي الفاليو اللي هون. شباب اذا الفاليو هون تساوي الفاليو اللي هون، بروح على مين؟ على الدياجونال. اذا الفاليو اللي هون لا تساوي الفاليو اللي هون، ساعتها بتطلع على اللي فوقي وعلى الشمالي، مين اكبر؟ مين اكبر؟ اللي على الشمالي. ساعتها بقول اه القيمه اللي هون سي، خذي الماكسيمم 2 والسهم راح يكون لوين؟ والسهم راح يكون للشمال. لاحظ الاسهم اللي عندك لفوق وللشمال، ما في يعني لفوق وللشمال، ما في لتحت وعلى اليمين. ليه؟ لانه اذا انتبهت الاوبتيمال سوليوشن بنقارن اخر حرفين مع بعض، بعدين تمشي لقدام، بعدين تمشي لقدام، بعدين تمشي لقدام. فإذا لا يمكن يكون عندك سهم بهذا الشكل وسهم بهذا الشكل. اوكي؟ إلا إذا بادئ أنت من وين تقارن؟ من البداية لإيش؟ للأخير. اوكي؟ فعندي تو ماتريسيز، واحدة رح يكون فيها اللينك لللونجست كومن سبسيكونس، وواحدة رح تساعدك إنك تحدد أي تشويس أنت اخترته، وبناء عليه رح تساعدنا إن نبني إيش؟ إننا نبني الكونتنتس اللي موجودة بقلب مين؟ بقلب الزر. المحاضرة الجاية إن شاء الله ناخذ مثال وناخذ ألغوريثم كامل. لاحظ أنا في عندي سطر، بس خليني قبل ما أنهي، في عندي سطر أنا هون ما حكيته. شو إذا أي تساوي صفر وجي تساوي صفر؟ بدي أسألك شو longest common subsequence بين X فيها A B C وY nothing؟ في longest common subsequence؟ إذا واحد فيهم صفر معناته ما في كومن، ساعتها سي اي جي شو بتكون محتواها؟ بتكون محتوى صفر. هاي بتمثل عندي ايش؟ هاي بتمثل عندي السمبل كيس او اصغر حاجه. اوكي؟ المحاضره الجايه ان شاء الله بنكمل بالمثال.